احمد يمكن نفس السؤال، بس يعني انت كمان هتبقى الوضع عندك مختلف، لان انت كنت في مدرسه تانية، مدرسه ذئاب بالظبط. الجبل طبعا، مقاولين، وما ادراك ما المقاولين، وقطاع ناشئين في نادي المقاولين. اكيد في مدربين كتيره جدا اثروا في شخصيه وفي فكر محمد حمد. ده كمان قبل المقاولين كمان كنت بتمرن قبل كده في نادي المونيوم سفاجه، نعم، مرني كابتن صلاح ادم، كابتن ابراهيم العمده، كل دول ناس ليهم فضل عليا. بعد كده رحت مركز شباب سفاجه، لعبت درجه تانية رابعه هناك وثالثه، كابتن احمد غنيم، كابتن حيرم، مش عايز انسى حد والله، كابتن محمود حواروتي، كابتن حازم ابو القاسم، ناس كتير ناس كتير، نعم، ناس محترمه جدا اتمرنت معاهم كلهم، وكلهم كان ليهم فضل عليا، كابتن وائل ابو الحجاج. بس وبعد كده لما رحت المقاولين العرب، طبعا اول واحد اكتشفني اللي خدني من سفاجه لهناك كان كابتن محمد ابو علياء، نعم، خدني هناك. اللي لقطني كابتن زيزو وكابتن علاء نبيل، هم اللي شافوني في الاختبارات. رحت اختبارات عادي جدا، نعم، كنت صغير عندي 16 سنه، رحت الاختبارات واتقبلت وقعدت معاهم بقى 4 سنين 5 سنين هناك، كنت ماشي بصوره كويسه الحمد لله. اتمرنت مع كابتن مجدي مصطفى، كابتن زيزو الكبير، كابتن احمد سعيد، كل دول نعم ناس يعني طبعا، كلهم ليهم نجوم فضل عليا افاضل يعني في طبعا. الكوره. طبعا يعني طبعا مش عايز انسى في حاجه مهمه، والدي هو رقم واحد في حياتي، هو نعم السبب في المكان اللي انا موجود فيه ده، هو اللي خدني من ايديا عشان اروح اختبارات اصلا في الاول يعني. نعم هو كان مؤمن طبعا بابن هو والده. يعني كان رقم واحد عنده كل حاجه، تعليم ودراسه والكلام ده كله. بس بعد كده لما لقيني في موضوع الكوره ده، ناس قالوا له محمد كويس مش عارف ايه، ما كانش بيتفرج عليا خالص، هو مره كده فراح لا محمد كويس فعلا يلا بس. فآمن بالموهبة دي اه ودعمك. الحمد لله دعمني من اول يوم يعني، اول ما عرف ان انا كويس يلا بينا.